بسوي بلاليد. وايد طلبوا مني طريقة البلاليد، الوصفة علمتني اياها امي. هذه شعرية الرز يسموها، كلها بالجمعيات ستي سنتر لولو كلها شوفوا شعرية الرز. هذا اللي انا استخدمها بالبلاليد، خفيفة بشكل ما تتصورونها. شلون طريقة البلاليد؟ هذا جدر في ماي حار وعليه زيت وهيل بودرة. اوكي، هذه اول خطوة. الحشو مال البلاليف عندنا خيارين، هو الطريقة مال أول اللي هو بيض مثل على قولتهم سكرامبل، يعني نخلطه مع ليمون أسود وفلفل أسود وملح، هذه طريقة احنا نسوي حشو. أو طريقة مبتكرة، هذه الطريقة التقليدية. أوكي، احنا ما نسوي قروص، لا نسوي مثل الحشو من فوق. الطريقة المبتكرة إن شاء الله بسويها لكم المرات الجاية، اللي هو أحط مكسرات من فوق، يعني مثلا كازو مع الموند وفستق سلايس واشياء كذي، كشمش كلهم احمرهم بالزيت واحط عليه من فوق، خاصه ان في ناس ما يحبون البيض، احنا نحط البيض على كتر. الحين الماي طبخ اللي هو ماي وزيت وهيل، ما حطينا شيء ثاني. الحين راح احط ربطات البلاليد، هذه كلش ما لها روح ابد، شنها شعر. الحين اوريكم متى احط السكر. شوفوا كل شيء نص كفشة صغيرة. اشوف اشوف ايش كذا، الفلفل الاسود لومي وملح، واخلطهم كلهم مع بعض. هذا كلش يعني ما اخذها، الله يكرك انتم بسم الله عليكم. شوفونه كذي صار لين، انا اضرب من اخر شيء المس بصبعي استوى خلاص اشخر، ما ياخذ 5 دقائق 6 دقائق كذي هو خالص، لانه كلش يعني خفيف. هذه البلاليط شخلتها طبعا تحت بالمغسله، بس انا حاطه تحتها صينيه مثل ما انتم شايفين. اوكي، الخطوه الثانيه شنو راح تكون؟ الحين المرحلة اللي ما فيها مقدار، اوكي؟ السكر وندر عليه شوي هيل بودر. يعني خلينا نقول كوب، كوب ونص على حسب درجة الحالات اللي تتبقى، احنا ما نحبه حالي وايد. احنا نحبه متوسط. زين؟ وشوفوا باستخدام الشوكة قاعدة اقلبه. حطيت عليه هيل بودر وسكر. هو في يعني من طريقة المحمر شوية. زيد شوي شكر. على حسب ما تبون، كوب كوب ونص. ردينا حطيناه على النار، حط حشو حق البصل مع البلاليط، بصل صغار. الحشو اللي راح احط عليه البلاليط، بصل زين اللي راح احط عليه البلاليط، غير البيض، البيض له بصل ثاني. ما تحمر البصل، وصلنا حق هالدرجة هذه تكرمل على قولتهم. الحين راح نحط البلاليط اللي خلطناها بالسكر والهيل. أنا بنات الجرس بهالطريقة راح تعجبكم، بلاليط خفيفة خفيفة كلش، ما تحسون حتى ثقل لما تاكلونها. خلطه الحين حط عاد ماي ورد وزعفران تقريبا من قبل.
الحليب وخلطنا قطع البصل. نسكر الجدر عشان تستوي عدل. هي مستوية بس نبيها تستوي عدل على ما نسوي حشو البيض. حمسنا البصل في الحشو بس نطر شوي يتحمر، نحط عليه البيض اللي خلطناه مع الفلفل الأسود واللومي والملح. هالمرحلة راح أضيف البيض، ما نسوي قروص مثل ما قلت لكم، احنا نسوي مثل الحشو راح نخلطه. نحطه على كتر لأن في عندنا ناس يحبون البيض مع البلاريض وفي ناس لا، يعني محدثتكم ما أكل بيض مع البلاريض، أحبه مع المكسرات إن شاء الله المرة الجاية أسوي لكم يا مع المكسرات. راح قلت لكم راح نحط البيض على